السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي حبيبة من مدرسة الشارقة الأمريكية الدولية، وأهنئكم وأهنئ شيوخنا الكرام الشيخ خليفة والشيخ محمد بن زايد حفظهم الله وكل شيوخ الإمارات الكرام على هذا الشهر، شهر أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره من النار. وأذكركم وأذكر نفسي أيضا قراءة القرآن والدعاء وقول وجوه الخير. تقبل الله منا الصيام والدعاء وقراءة القرآن وقول وجوه الخير. رمضان كريم عليكم وعلينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. أهلا بهلالك رمضان، أهلا بشهر الغفران. في ليلك نزل القرآن نورا يهدي الإيمان فأنار حياة الإنسان خيرا وسلاما.